طيب اوكي، خلينا نروح سريعا للكابتن ايمن دجيش الحكم الدولي الكبير. يا كابتن ايمن، مساء الفل عليك. كابتن ايمن، كل موجودين معاك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. انا عايز اسالك سؤال، هو البطوله ما فيهاش غير بملك تسيمه اللي هو يدير كل المباريات؟ يعني كل شويه بشوف كده في كل الادوار الحكم الاثيوبي بيدير مباراه، يعني هو مفيش حكام ولا ايه؟ ايه وجهه نظر الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ يعني هو الحقيقه في يعني طبعا يعني التحكيم ماشي بصوره طيبه الحمد لله، ولكن في علامات استفهام على بعض حاجات زي ما حضرتك قلت كده، ان بملاك كان بيلعب في دور الثمانيه تمام، وبعدين يلعب على طول في الدور قبل النهائي. فدي برضو يعني فيها شيء من الغرابه، لان طبعا وكمان هو قدم مباراه يمكن من اقوى مباريات البطوله، مباراه الجزائر وكوت ديفوار، مباراه استمرت 120 دقيقه، والكلام ده ما كانش فيه فرق توقيت كتير، بالرغم ان عدد الحكام اللي كان موجود في البطوله من البدايه كان عدد كبير جدا. شفنا برضو مصطفى غربال من الجزائر، هو حكم قدم بطوله ممتازه، ولكن برضو كرة تم تكرار فرقه السنغال في خلال 3 ايام. تمام. ففي حاجات يعني في غرابه في التعيينات شويه يعني. التفسير ممكن يكون ايه يعني؟ ايه تفسيرهم؟ تفسير ما لهاش تفسير، هو يعني ممكن يقول لك ان بملاك نجح في مباراه كوت ديفوار وهو مش هيكون مرشح للنهائي، فهم بيحطوه في مباراه ثانيه في الدور قبل النهائي. انت عارف ان في بعض الحكام مشيت وبعض الحكام موجوده. هم رؤيتهم كلجنه حكام افريقيا كده، فبصراحه ما يعني مالهاش تفسير، برغم ان انا قلت لك ان في حكام نجحوا، في كان في العدد كان موجود كبير، لكن هي غريبه فعلا. طب كابتن ايمن، هل ده بيعكس معاك يا كابتن ايمن سامعني؟ السؤال بقى هل ده بيعكس ان القاره الافريقيه، وبيأكد ان القاره الافريقيه ما فيهاش حكام مميزين كتير، بدليل ان كل شويه بتجيب بملك تسيمه هو اللي يدير المباريات يعني في بطوله كبيره جدا زي بطوله الامم الافريقيه، ده معناه ان احنا ما عندناش حكام فعلا في القاره الافريقيه، وده معناه وتاكيد للمشاكل اللي حصلت في البطولات الافريقيه المختلفه، دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، الكلام ده بسبب مستويات الحكام الافارقه؟ الحقيقه امير، الحقيقه لو رجعنا، انا اتفق مع حضرتك في حاجه، انت زي ما قلنا عدد كتير، ولكن لو انت رجعت للسابق في العصور الماضيه تمام، هتلاقي دايما في كل جيل من الاجيال كان في حكام، مجموعه حكام سوبر. يعني في حكام كويسه في افريقيا، ولكن ما فيش الحكام اللي هي تقدر تقول ان المواهب قلت. ما فيش حكام بالقوه الكبيره زي ما انت بتقول. يعني لو بصينا بملاك هو حكم كويس ومجتهد وبيقدم مباريات طيبه، ولكن معنى تكراره ان انت ما عندكش على طول. يعني بالظبط، يعني انا لو عندي حكم ثاني مريح وهو كويس، ما انا اكيد هلاعبه. صح. لكن هو يعني طبعا اعتمد عليه تاني، دليل ان العمليه مقفوله على حد معين. طبعا حكمنا الكبير موجود جهاد جريشه. ما هو ده اللي انا عايز اسال حضرتك فيه، هو جهاد جريشه تقريبا حتى الان حكم مباراه واحده بس في البطوله. بالظبط. ليه مختفي؟ هو طبعا هي علامه استفهام كبيره جدا 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 ان جهاد جريشه ما كانش موجود في مباراه مثلا في دور الثمانيه. كلنا توقعنا ان جهاد هيبقى موجود في دور الثمانية بعد خروج منتخب مصر كمان. اكيد كان هيبقى ليه مباراه في دور الثمانية، لكن هو دلوقتي طبعا بعد في دور الثمانية طبعا فوجئنا ان هو جهاد ما كانش موجود. تمام. ودي عليها علامة استفهام، ولكن في الدور طبعا قبل النهائي احنا عارفين ان في فرقتين عربيتين موجودين. تونس والجزائر في المباراتين، فدي بتبقى صعبة جدا، يعني هيبقى حمل من حكم من شمال افريقيا. ولكن حكمنا المساعد محمود ابو رجال موجود بكره باذن الله في بالزبط. غرفه الفار في مباراه تونس والسنغال، وكان موجود في المباراه الماضيه برضه في دور الثمانيه، وباذن الله يعني في كلام متوقع ان ممكن يكون يعني باذن الله يكون جهاد ومحمود موجودين في النهائي، يعني بس دي هترتبط برضه بوصول الفرق العربيه. يعني اكيد نتمنى فرقة عربية وسط ممكن يبقى في فرصة لمحمود، ولكن جهاد تبقى صعبة جدا يعني. طيب عايز اتكلم شوية بقى عن الدوري المصري والموسم الجديد، وازاي يتم تدارك الأخطاء اللي حصلت بالنسبة للمستوى التحكيمي المصري في الموسم اللي لسه ما خلصش لحد دلوقتي، والأساليب اللي من خلالها يتم إصلاح المنظومة التحكيمية تحديدا لإدارة المسابقات المحلية في بطولة الدوري والكأس في الكرة المصرية. بص يعني طبعا اللي حصل دون
وحتى ان تقرأوا شأن وخير لكم اللي حصل ده خروج منتخبنا. تمام. فهمك اتفضل. خروجه اللي حصل ده كله اكيد في حاجات كتير في الكره المصريه لازم يبقى فيها تعديل، واحنا نادينا طول الموسم اللي فات بحاجات كتير لازم تتعمل. لازم كل يشتغل لصالح الكره المصريه. التحكيم كان عليه ظلم كبير، كان عليه ليه بيتهاجم بس، ولكن لو بصينا لحاجات كتير ما كانتش معدوله. النهارده اللوائح كلها ما لازم تتغير، اللوائح الخاصه بالحكام. كويس. والكلام ده انا سمعته انت عامل الكلام ده نادينا بيه طول الموسم، لان النهارده انت النهارده كمسؤولين عن الكره في مصر علشان يبقى عندك تحكيم قوي لازم يبقى ظهره قوي. لو ظهره ضعيف مش هتلاقي تحكيم مهما وصل فنيا لاعلى المستوى، مش هتلاقي ليه قوه. لكن انت النهارده بتقويه، هتقويه ازاي؟ هتقويه باللوائح، هتقويه بالعقوبات. الكلام ده لازم 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 المسؤولين اللي جايين يديروا الكره في مصر التحكيم ده اهم عنصر في اللعبه، لازم يبقى التحكيم ده يبقى قوي جدا. بالزبط. يبقى في ظهره حد بيدافع عنه، ما يسيبوش التحكيم ده تايه، لان التحكيم ده الابن الشرعي لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم. بالظبط. فاذا امير اذا ما تغيرش لوائح كتير هنفضل زي ما احنا، العقوبات وخطه بالحفاظ على هيبه التحكيم، يبقى احنا ما عملناش حاجه وهيفضل التحكيم زي ما هو. متوقع ان يتم تطبيق تقنيه الفار في الموسم الجديد في الدوري المصري؟ انا ما اعتقدش، انا يعني انا في رايي الشخصي ان تقنيه الفار مش هتطبق في مصر قبل 5 سنين. قبل 5 سنين؟ ليه بقى كابتن؟ اعتقد كده يعني انا شفت ان تعرض على الانديه تشارك، طبعا الانديه عمرها ما تشارك. طبعا مش منطقي. التكلفه بتاعته عاليه جدا. تكلفه المباراه، انت عندك امكانيات معينه لازم تبقى موجوده في الملاعب كلها، انت امير انت عندك 9 مباريات في الاسبوع. مش هيحصل بقى كمان ان احنا هنطبق الفار في مباريات. لا طبعا، ده اللي يبقى ناقص بقى كابتن يعني. يعني السنه اللي فاتت طبقت التحكيم مباريات ب6 حكام ومباراه ب4 حكام. الكلام ده طبعا اكيد ما فيهوش عداله، فاكيد طبعا. اكيد لما تيجي تطبق الفار لازم تطبقه في جميع مباريات الدوري. فده محتاج حاجات كتير، وانا شفت الانديه طبعا قالت ان احنا في بعض الانديه رد قالت احنا مش هنشارك والكلام دون. فالموضوع لازم يدرس ولازم ليه امكانيات وكمان ليه تدريب. امير تدريب طبعا طبعا لازم تدريب كبير للحكام. انت تعرف ان انا عايز اقول لك على مفاجاه يعني. اتفضل. ان وجود الفار في افريقيا ده كانت تعليمات من الاتحاد الدولي، مش هم اللي طلبوا والله. لان بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت ببطوله افريقيا، لان المشروع ده مشروع الفيفا امير. فعلا فعلا صح صح. فمشروع الفيفا، فهي المشروع الفيفا عايز تحافظ عليه. طبعا حصل دروب في افريقيا كبير. فكان تواجدهم، وعايز اقول لك ان مدير المشروع اللي هو مشروع الفار ده موجود من ضمن مع الحكام اللي موجوده اللي جابوها من اوروبا، حكم هولندي وحكم فرنسي. موجود المسؤول الاسباني اللي هو مدير الفار. فدي كانت تعليمات من الفيفا، لان حصل دروب في بطوله افريقيا زي ما احنا شفنا يعني. بالظبط. فالموضوع مش كبير ومحتاج تدريب كتير كمان للحكام. يعني بعد اللي انا قلت لك الامكانيات وكل ده، انت محتاج تدرب الحكام مش على الاقل. انت بتقول لي يا كابتن يعني بتقول لي ممكن 5 سنين نشوف الفار في مصر، وما اتحاد الكره السابق كان طلع قبل كده قرار وابلغ ادارات الانديه ان هيكون في تطبيق لتقنيه الفار مع النص الثاني او مع الدور الثاني من بطوله الدوري، وطبعا ده ما حصلش. القرار ده طلع على اساس ايه؟ ما تطبقش يا امير، ما انا دي ترجع لهم امير. ما انا ولما اتقال كده انا قلت الكلام ده برضه ساعتها. قلت من الاستعالة، انا بقول لك اصلا محتاج تدريب. طبعا طبعا. يعني انت لو انت جاهز النهارده الامكانيات اللي انا قلت لك عليها وال9 ملاعب والتصوير، خد بالك ليه تصوير معين يا امير كمان طبعا. يعني ليه امكانيات معينه في التصوير. انت مش هتشغل فار لو لاحظنا مثلا انت في هدف، لو الهدف اللي اتحسب في مباراه في دور الثمانيه مباراه الجزائر بالظبط وكوت ديفوار، لما لو لاحظت ان في اول لقطتين ما كانتش موجوده فيهم فعلا. صح 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 كده. صح. وجات لقطه ثانيه من الخلف هي اللي اظهرت فعلا. لو مباراه نيجيريا كمان الهدف الفرقه اللي كانت بتلعبها نيجيريا مين يا جماعه في دور الثمانيه؟ الكره اللي جت في دماغ الراجل المدافع ودخلت جون لما راحت لجنوب افريقيا، الهدف التعادل بتاع جنوب افريقيا. اي حد يشوف الهدف في الاول وهله يقول لها هي فعلا اوف سايد، لكن لما الكاميرا الخلفيه فعلا ان هي جايه. هو ده اللي اقصد الهدف دون فعلا. يعني انا اتلخبطت. بالظبط. هو الهدف دون نيجيريا. الجمهور النهارده انت بتتكلم على امكانيات تصوير كمان يا امير. حاجات كتير قوي لازم عشان انت تطبق الفار يعني تبقى موجوده يعني.
عشان كده انا هم المفروض ان احنا نبتدي نشتغل فيه من دلوقتي. صح. نتمنى يكون الفار موجود. المفروض ان احنا كنا ابتدينا اشتغلنا فيه من زمان يا كابتن ايمن، يعني كان المفروض يعني بصراحه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش الحكم الدولي السابق، واتكلمنا معاه في مداخله مهمه جدا على مستوى التحكيم في بطوله الامم الافريقيه. عايز اقرا معاك